بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. ختم سورة إنا أنزلناه للسعة في الرزق، تقرأ كل يوم 10 مرات بعد صلاة الفجر سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وستشاهد بأم عينك قدرة الحق، وهي من جملة المجربات في سعة الرزق. وقال بعض العلماء ومنهم آية الله الشيخ البهائي قدسة روحه الزكية: من قرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر 360 مرة، قرأها 360 مرة لكل حاجة ولكل مطلب قضيت حاجته، وكذلك تقرأ 360 مرة لرفع الفقر والفاقة ولأجل الزواج وزوال العسرة والحاجة وطلب الذرية وللغنى والثروة والاستطاعة وأداء الدين، وهي من المجربات. وقد ورد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من داوم على سورة القادر وصله رزق من حيث لا يحتسب. وقال بعض علمائنا الأعلام إن عدد ختمتها 304، وتحصل على غايتك ومرادك. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام لبعض أصحابه: ألا أعلمك اسم الله الأعظم؟ اقرأ سورة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي وإنا أنزلناه، ثم استقبل القبلة وادعو بما أحببت فالله سبحانه وتعالى يجيبك. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر: من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليقم في جوف الليل ويغتسل غسل الطهارة ويلبس أطهر ثيابه ويأخذ إناء فيه ماء ويقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر 10 مرات، ثم يرش حول مسجده وموضع سجوده، ثم يصلي 2 ركعتين يقرأ فيهما الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر في 2 ركعتين جميعا، ثم يسأل الله حاجته، فإنه حري أن تقضى إن شاء الله حاجته حتما وقطعا. هذا ما ورد في كتاب مصباح المتهجد، فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.